السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلس البولي هي فقدان السيطرة الإرادية على إخراج البول إما أثناء الضحك أو السعال أو العطاس أو بشكل مفاجئ حتى. أسباب سلس البول: أولا ضعف العضلات الإرادية التي موجودة في الحوض وعضلات المثانة، أيضا وجود مشاكل صحية أو مرضية موجودة في عضلات الحوض والمثانة، الضغط الناتج عن زيادة الوزن للأشخاص السمينين أو البدينين، أو الضغط الناتج عن الحمل لدى النساء وتكرار الحمل والولادة، كذلك أيضا النشاط الزائد للمثانة وذلك بما يعرف بالمثانة العصبية، وكذلك أيضا الضغط النفسي من القلق والتوتر وأيضا المشاكل العصبية مثل داء باركنسون أو السكتات الدماغية، أيضا التهابات المسالك البولية وأيضا أمراض البروستات وتضخم البروستات، وأيضا بالنسبة لنا كيمنيين هو مضغ القات الذي يعمل على تضخم وزيادة تضخم البروستات. ما هي أهم النصائح لعلاج سلس البول؟ أولا معالجة الأسباب الرئيسية أيا كانت، مثلا الالتهابات، تضخم البروستات، أيضا الوزن الزائد، العمل على إنقاص الوزن الزائد وغيرها. ثانيا ممارسة تمارين كيجل، وهي التمارين التي تعمل على تقوية عضلات الحوض وجعل التحكم بها إراديا أكثر. أيضا تجنب الكافيين لأنه يزيد من نشاط المثانة ويزيد من سلس البول. تجنب رفع الأشياء الثقيلة، ممارسة الرياضة، كذلك أيضا هناك علاجات جراحية كزراعة العضلات العاصرة. أيضا من ضمن النصائح هي الإقلاع عن التدخين، لأن التدخين غالبا ما يرتبط بأنه يسبب السعال مما يسبب سلس البول. كذلك أيضا لعلاج سلس البول استخدام الأعشاب الطبيعية، وسأذكر لكم أفضل عشبة ومتوفرة بشكل كبير جدا، يمكن استخدامها بشكل بسيط جدا على شكل قهوة أو حتى مضغها مباشرة، وهذه العشبة هي عبارة عن حرير الذرة الشامية الذي تلاحظونه في الصورة. هذه إما نستخدمها على شكل قهوة، نقوم بغليها ثم تناول القهوة، أو البعض يلجأ إلى مضغها مباشرة إذا كانت طرية أو لا زالت خضراء. أيضا يمكنكم استخدام عشبة الفطر الريشي والبلميط المنشاري وعشبة البوشو وأيضا عشبة ذيل الحصان، وهناك الكثير من الخلطات سأذكرها لكم في وصف هذا الفيديو، وهناك خلطات كثيرة سوف أحاول أن أذكرها لكم في وصف هذا الفيديو. هذا بالأخير، أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية، ولكم مني جزيل الشكر. مشاهدين الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.